بسم الله، النهاردة هنتكلم عن الميتاسبلويت. معظمنا قد يكون سمع الاسم ده أكتر من مرة، وده لأنها من أشهر الفريموركس اللي بيستخدمها البنتسترز أو الهاكرز، وغير أننا استخدمناها أصلا بشكل بسيط في الحلقات اللي فاتت، خاصة حلقات البفر أوفرفلو لما كنا بنحتاج فيها بعض البيلودز. طيب ليه أنا أحتاج الميتاسبلويت أو ليه أنا أستخدمها؟ لو تفتكروا خلال الموديولز اللي فاتت واللي اتكلمنا فيها عن البابليك اكسبلويت، ازاي تدور عليها انها مثلا تكون من مصدر موثوق، وازاي تتاكد من صحه الاكسبلويت عشان ما يكونش فيها اي ماليشس كود سواء يضرك او يضر التارجت، او حتى ازاي تعدل الاكسبلويت بحيث انها تناسب السيناريو اللي انت فيه. ده كله غير ان اصلا ممكن الاكسبلويت دي تبقى مكتوبه بلغات مختلفه زي مثلا البيرل والباش والسي والبايثون الى اخره. فقال لك ليه ما نعملش اكسبلويت فريم ورك يبقى هدفها انها تحل كل مشاكل البنتسترز وكمان تبقى سهله في الاستخدام وتحتوي على اكثر من اكسبلويت وبيلود، وحتى تبقى دايناميك يعني تقدر تعدلها زي ما انت عايز، تعدل اي فاريبل او بارامتر موجود فيها عشان يناسب السيتويشن اللي انت فيه بالظبط، وكمان نخليها تقدر تعمل كل حاجه من اول عمليه الانوميريشن وصولا لعمليه البوست اكسبلويتيشن. فطلعنا في الفتره اللي فاتت اكتر من فريم ورك تقدر تعمل كل ده، طبعا مع اختلاف ما بينهم زي الميتاسبلويت بالطبع والكور امباكت يونيتي كانفاس كوبالت سترايك واخيرا وليس اخرا بارشل امباير. لكن معظم الحاجات دي كوميرشال ولازم يدفع لها فلوس، حتى الميتاسبلويت، لكن تركيزنا دلوقتي هيبقى على الميتاسبلويت لكن جزء الاوبن سورس منها. والحلقه الجايه ان شاء الله هنتكلم عن البارشل امباير، والناس اللي عملوا الميتاسبلويت هم رابيد 7، وحاليا تقدر تستخدمها هي كتول في مثلا البنتريشن تيستينج اكسبلويت ديفلوبمنت وحتى فولنربيلتي ريسيرش. الاقيها فين بقى الميتاسبلويت؟ هي موجوده بتقدر تحملها من على الويب سايت الخاصه برابيد 7، ولكن هي بتشتغل على ديفرنت سيستمز زي الويندوز واللينكس، لكن هي موجوده باي ديفولت على الكال لينكس، وهي بتقدر تعمل كل حاجه تقريبا خاصه بالبنتريشن تيست، بدايه من الانفورميشن جاذرنج فولنربيلتي ريسيرش كلان سايد اتاكس بوست اكسبلويتيشن وغيرها من الحاجات. طبعا وبما انها مليانه بالفيتشرز دي كلها واللي انت ممكن تتوه فيها حرفيا، فاحنا دلوقتي هنشوف ازاي نستخدمها في اكتر من سيناريو بمعظم الفيزز او المراحل اللي احنا قلناها دي. طيب الخطوات بتاعتنا كلها النهارده هنبدا بازاي انستول ونسيت اب التول دي، وهنشوف ايه هو الاكسبلويت موديولز وصولا للميتاسبلويت بيلودز، وهنشوف ازاي نضيف او نعدل على موديول معين وازاي نستخدمه، وبعدين هنشوفها في البوست اكسبلويتيشن وازاي بتشتغل، واخيرا هنشوف ازاي نيتوميت تاسك معينه في الميتاسبلويت بحيث انها بتشتغل اوتوماتيك حتى لو انت مش موجود جنبها. نبدا بالسيت اب ونتعرف اكتر على التول. ده اخر فيرجن من الكال لينكس، واحنا اتفقنا ان هي الميتاسبلويت موجوده في كل الكال لينكس فيرجنز، وكمان انستولد وجاهزه للتشغيل. خلينا مثلا كده نشوف MSF كونسول هلاقيها فعلا موجوده وشغاله، لكن في بعض السيرفيسز اللي لازمه لتشغيل الفريم ورك دي، واللي طبعا بتبقى مش شغاله باي ديفولت عشان بس السيستم بيرفورمانس، فدي اللي هنحتاج نشغلها الاول، لانه مش منطقي يكون الكالي موجود عليه كل السيرفيسز شغاله وانت اصلا مش محتاجها طول الوقت. فاول سيرفيس معانا هي البوستجر سيكوال سيرفيس، تكتب سودو سيستم سي تي ال ستارت وتكتب اسم السيرفيس دوت انتر باسورد. دلوقتي نفس الكوماند بالظبط، وتغير ستارت دي لانيبل عشان نفعل السيرفيس حتى لو عملنا ريستارت. نشوف دلوقتي ستيتس هلاقيها اكتف كلير. طيب عايزين بقى نكريت الداتابيز الخاصه بالميتاسبلويت نفسها، فنكتب سودو msf db init. طيب كده هي جاهزه للتشغيل، لكن احنا المفروض الاول نعمل ابديت ليها. ليه لازم نعمل ابديت؟ لان التول هي نفسها عليها متابعه دائمه واستمرار وينزل لها ابديتس كل شويه. طب الابديتس دي بتتمثل في ايه؟ لو كتبنا على سبيل المثال msf كونسول عشان نشغلها، لاحظ معايا هنا عدد الاكسبلويتس والاكزيلري موديولز الموجوده هنا. هاجي اعمل ابديت ليها sudo apt ابديت الاول، وبعدين sudo apt install metasploit framework اضغط اوكي الباسورد. طيب هو دلوقتي خلص الابديت، خلينا نشوف الفرق كان ازاي. نكتب دلوقتي msf console enter، هلاقي ان فعلا عدد الاكسبلويتس زاد وكذلك الموديولز الى اخره. فدايما قبل ما تشتغل اعمل ابديت للحاجه اللي في ايدك. اتعامل ازاي بقى مع التول دي؟ خلونا نقفل هنا مثلا. اتعامل ازاي مع الميتاسبلويت؟ التعامل مع الميتاسبلويت بيكون بمجرد انجلش ووردز بسيطه جدا، يعني لو انا مثلا محتاج مساعده فهكتب هيجيب لي كل الاوامر اللي انا المفروض بستخدمها او ليها علاقه بيا. كبر الشاشه شويه ونلاحظ انها كلها حاجات بسيطه جدا. فبعد ما كتبنا هيلب ظهر لك الاوامر دي كلها. ممكن انت بقى لو عايز تعرف الاوامر دي نفسها بيتم التعامل معاها ازاي، خد اي كوماند واكتب قبليه هيلب او داش اتش بعديه. هنا مثلا كوماند زي بانر داش اتش، ده البانر اللي كان بيظهر في الاول. بانر هغيره ما علينا. يعني لو نرجع تاني للكوماندز ونلاحظ هنا مثلا هنلاقيها متقسمه ان دي الكوماند الاساسيه بتاعت الميتاسبلويت نفسها، ازاي تغير البانر، ازاي تطلع وتخرج من الفايلز. لو هنزل تحت هنا شويه هلاقي دي مثلا الكوماند الخاصه بالموديولز وازاي تتعامل معاها، وده اللي هنشوفها دلوقتي. يعني مثلا عندك امر زي الكوماند بتاع شو، تعالوا نجربه كده. نكتب show dash h
قال لك ان هو ممكن يعرض لك الحاجات دي كلها، مثلا الانكودرز اللي موجوده عنده والاكسبلويتس والبيلودز والى اخره. فخلينا مثلا نجرب حاجه زي شو بيلودز، هلاقي هنا كل البيلودز الموجوده عنده. زي مثلا لو طلعنا فوق شويه هنلاقي مثلا حاجه زي البيلود اللي اسمه ويندوز شيل ريفرس تي سي بي، واللي استخدمناه قبل كده في حلقات البفر اوفر فلو. خلينا نكلير ونشوف مثلا ايه هو الاكزولاري ده. شو اكزولاري، هنلاقي جواه بعض التولز والفيتشرز، او في اكتر من تول بتستخدمها في الشغل بتاعك. طيب ايه هي التولز وازاي استخدمها؟ خلونا نشوف. مثلا لو انا عندي ماشين وهي دي التارجت بتاعي، لو تفتكروا كان اول حاجه بنتعامل معاها كانت عمليه الانوميريشن، وغالبا كنت بسكان البورتس باستخدام الان ماب. فتعالوا ندور هنا مثلا على موديول يكون بيعمل البورت سكاننج زي ده كده، مثلا سكانر بورت سكان والنوع تي سي بي. وهنا الوصف بسيط جدا، بيقول لك ان هو تي سي بي بورت سكانر. عجبك الموديول ده وحبيت تستخدمه، اكلير هنا، هكتب يوز يعني عايز استخدم الموديول ده، بس كده. الموضوع بسيط جدا حرفيا. طيب ثواني كده، عجبني ازاي؟ مش لما اعرف الاول الموديول ده اصلا بيستخدم في ايه، انا كل اللي انا اعرفه بس مجرد اسمه سكانر بورت سكان تي سي بي. بسيطه، لو عايز معلومات عن حاجه معينه تكتب قبلها انفو واسم الحاجه اللي انت عايزها دي. قال لك ان ده تي سي بي بورت سكانر، وده الموديول الخاص بيه، ودي المتطلبات بتاعته هنتكلم عليها دلوقتي. ده مثلا ما عجبكش ممكن تختار واحد تاني، زي مثلا كان في واحد اسمه سن، قال لك ان ده تي سي بي سين بورت سكانر، ممكن حتى نستخدمه. سوري، مش كل مره هتكتب اسم الموديول كامل، ممكن مثلا تكتب بريفيوس هيرجعك للي قبليه واللي هو كان التي سي بي سكانر. طبعا احنا فهمنا ان ده كله مجرد موديول بس، او تول انا بستخدمها وموجوده في المكان ده. طب لو نفتكر بقى وقتها لما كنت باجي اعمل بورت سكاننج باستخدام الان ماب، كنت بكتب حاجه زي كده مثلا ان ماب اللي هي اسم التول بتاعتي، وبعدين اختار نوع السكان، وهو باي ديفولت بيختار داش اس اس. طبعا احنا شفنا الفرق ما بين الانواع كلها في حلقات الان ماب سكاننج. واخيرا بديله على الاقل حاجه خالص التارجت اي بي، ولو عايز احدد له البورتس بديها له، ما حددهاش هو بيستخدم باي ديفولت اشهر 1000 بورت عنده. هنا نفس الموضوع بالظبط، انا معايا التول ونوع السكان بتاعي، هنا اختار تي سي بي سكاننج، ناقص ايه؟ اديله تارجت اي بي. فعشان اديله الاوبشن ده اكتب بس شو اوبشنز، هلاقي دي المعلومات اللي كان جابها لي قبل كده. هنا هلاقي اسم الحاجه ودي القيمه بتاعتها، وهل هي يس او نو، يعني مطلوب عليك انك تضيف قيمه ولا لا، اجباري عشان التول تشتغل، وده الديسكريبشن بتاعها. فلاحظ الحاجه الوحيده اللي مش معمولها سيت هنا هي الار هوستس. الار هوستس هو اختصار لريموت هوست، وده يعني التارجت بتاعك او الهدف، لان بعد كده هنشوف لما ندخل على البيلود في حاجه اسمها ال هوست، والال هوست ده المقصود بيه الاي بي بتاعك او الاي بي اللي انت عاوز الاتصال يجي عليه، واللي هو يعني هنا الاي بي بتاعنا يعني. ممكن تعمله الاي بي تاني خالص. فازاي اسيت قيم او اضيف قيم؟ هكتب بس سيت واسم الفاريبل بتاعي ار هوستس، واديله التارجت اي بي اللي المفروض هيسكانه، وده التارجت بتاعي. وضغط انتر، خلصت اعمل ايه؟ اكتب ران بس كده. خلص عمليه السكاننج. ولو نفتكر في الاول انا عملت داتابيز قبل ما ابدا، فانت الاوتبوت بتاعك مش هيروح في اي حته، هيتسيف. لو كتبت سيرفيسز هيجيب لك الاوبن بورتس اللي هو لقاها وعمل لها سكان. وطبعا تقدر تفلتر الاوتبوت ده زي ما انت عايز، يعني لو كتبت سيرفيسز داش اتش هيقول لك كل المعلومات عن الكوماند اللي اسمه سيرفيسز ده، ازاي تفلتر عن طريق الاي بي والبورت الى اخره. ولو ما عجبكش يا سيدي السكان اللي طالع قدامك ده، ممكن تستخدم الان ماب من داخل الميتاسبلويت. يعني لو كتبنا مثلا دي بي اندرسكور ان ماب، وكتبنا التارجت بتاعنا 1.10 داش اي عشان يجيب لي كل المعلومات المطلوبه، وداش بي ان عشان يستيل يسكان التارجت ده. اضغط انتر، وما دام ما حددتلوش البورت فهيسكان اشهر 1000 بورت عنده. كده خلص السكان الخاص بيه. قال لك ان بورت 80 التايتل بتاعها سينك بريز انتربرايز، وده الفيرجن الخاص بيها، وخلينا نفتكر ده كويس، وباقي البورتس الى اخره. كده احنا خلصنا سكان على وان هوست. تقدر حتى تكتب كلمه هوست هيقول لك ان ده الهوست بتاعك واللي انت عملت سكان عليه. ممكن حتى هوست داش اتش، قال لك ممكن تضيف نيم لي داش ان مثلا، هنسميه تارجت 1 واديله الاي بي بتاعه 10. اكلير هوست، ده الهوست اللي عندي. كلام لحد دلوقتي بسيط وسهل، لكن لو استخدمت الميتاسبلويت لفتره طويله هتلاقي الموضوع كبير ومش منظم، يعني كل البورتس دخلت في بعضها والهوستس كمان، وعندك تارجتس انترنال واكسترنال. فعشان تقدر تحل المشكله دي تقدر تقسم شغلك لورك سبيسز او اماكن مخصصه لكل اوبريشن انت بتعملها. لو قلنا مثلا هنا ورك سبيسز، قال لك ان انت شغال على الديفولت، ممكن اعمل داش اتش واكتب داش ايه واد ورك سبيس نيم اسميه مثلا موديول ورك سبيسز، هلاقي بقى موجود هنا كده، وكده انا بقيت بداخله. لو كتبت هوست مش هيعرف انت بتتكلم عن ايه بالظبط، لان الشغل اللي انت عملته كان في الديفولت. عايز ارجع للديفولت، اكتب ورك سبيسز واكتب اسمه ديفولت، اكتب هوستس هلاقي نفسي كل البيانات بتاعتي موجوده هنا، سيرفيسز هلاقي كل الحاجات اللي عملت لها بورت سكاننج موجوده هنا، وكمان الاوتبوت بتاع الان ماب اتضاف على الاوتبوت اللي كان موجود.
هكلير وتعال نفهم اكتر عن الاكزيلري موديول اللي احنا بنستخدمينه هنا ده. هو مجرد يعني موديول موجود فيه مئات الهيلبفول فانكشنز او التولز اللي تقدر تعمل لك مثلا وظائف متعدده. خلينا مثلا نروح له تاني شو اكزيلري، هنلاقي حاجات بتعمل سكاننج وانيميريشن وحاجات بتعمل فازنج وسنيفنج وغيرها من التولز، وكل ده تحت كلمه اكزيلري وبعدين سلاش والحاجه اللي انت عايزها. الجاذرنج مثلا هتلاقيه تحت اكزيلري بعدين جاذر، والسكاننج هتلاقيه اكزيلري سكانر والى اخره. خلينا نكلير هنا بقى، عدد الفانكشنز كتير جدا وانت مش تقدر بمجرد عينك بس تقدر تبص عليهم كده، فهنستخدم الكوماند سيرش سيرش داش اتش، دي الكيوردز الخاصه بيه. خلينا مثلا نكتب سيرش التايب، عايز تسيرش مثلا في الاكزيلري اكتب تايب اكزيلري والنيم بتاعك مثلا ادور على حاجات ليها علاقه بالاس ام بي، انتر جاب لي كل الموديولز دي. ولكن هنجرب الاول عمليه انيوميريشن مثلا، هتاكد من الفيرجن بتاع الاس ام بي. خلونا نكتب يوز زي ما عرفنا واسم الموديول، وبعدين اكتب شو اوبشنز، قال لك انك محتاج تديني بس الار هوستس. لو كتبت اصلا انفو قبل الموديول ده هتلاقي بيقول لك ده وظيفته انه يعمل فينجر برينت ويعرض لك الاس ام بي فيرجن الخاص بالتارجت بتاعك. اقول له سيت ار هوست وادي له الاي بي بتاع الماشين، اضغط انتر واضغط رن. كان ده الاوتبوت الخاص بيه. خلونا مثلا نشوف حاجه زي الموديول ده، اعمل لوجن اكتب يوز واسم الموديول شو اوبشنز، ده بيعمل لوجن عن طريق الاس ام بي. محتاج تديله الار هوست بالطبع، وكده كده البورت موجود هنا 445، وانا اتاكدت ان هو مفتوح من السكان اللي عملناه قبل كده. ولو انت حابب تفاز اليوزر نيم والباسورد ممكن تديهم له في هيئه فايلز، واحنا شفنا عمليه الفازنج قبل كده بتتم ازاي، بس انا هديله فاليد كريدنشلز عشان نشوف كوماند تاني. يعني مش هعمل عمليه الفازنج، احنا شفنا اوريدي قبل كده الباسورد اتاكس بتتم ازاي. فاقول له سيت اس ام بي دومين، بما ان انا عندي اكتيف دايركتوري لمباوي دوت لوكال سيت اس ام بي يوزر، وليكن انا عملت فازنج وقدرت اجيب اليوزر اللي اسمه ليفاي، وسيت اس ام بي باسورد لي باس وورد، وسيت الار هوست لي 192.168.1.10. لكن انا المره دي هكتب سيت جي، وده عشان اخلي الفاريبل ده جلوبال ولو رحت في اي مكان يتشاف عادي. انا لو عايز اسيت قيمه لحاجه بكتب سيت مثلا ار هوستس والاي بي، عايز اشيل قيمتها بكتب انسيت واسم الفاريبل وانتر. طب لو عندي فاريبل جلوبال يعني انت لو في اي مكان تقدر تشوفه تشوف القيمه الخاصه بيه، تكتب سيت جي او انسيت جي بس. خلينا نكتب ران، قال لك ان هي فعلا فاليد كريدنشلز. وعشان اتاكد من كده لو كتبت كريد هلاقي بيقول لي انت عندك والله على الهوست ده للسيرفيس دي اليوزر نيم ده والباسورد ده. فعشان ده طول ما انت شغال لو قدرت توصل لاي كريدنشلز ما تضيعش منك، تبقى موجوده في الكوماند اللي اسمه كريدز. ممكن برضه تشوف كريدز داش اتش لو حابب تضيف اللي انت عايزه. هكلير ونخش على الجزء الثاني هو الاكسبلويت موديولز. احنا اللي اتكلمنا فيه من شويه ده كان عن التولز مثلا وازاي اعمل سكاننج والانيميريشن والفازنج والكلام ده، لكن تعال بقى على جانب الاكسبلويتيشن، هنشوف الاكسبلويتس نفسها واللي الناس بتكتبها عشان تاكسبلويت سيرفيس معينه بفيرجن معين طبعا، زي البفر اوفر فلو اكسبلويتس اللي كتبناها قبل كده من الصفر للسينك بريز مثلا واللي كان مصاب ساعتها بالبفر اوفر فلو بالطبع. خلينا نحاول نطبق نفس السيناريو هنا. انا عرفت من السيرفيسز ان دي كانت سينك بريز من الاول البوت اللي كان طالع لي. طيب انا معايا هنا ميتا اسبلويت، هكتب سيرش واكتب سينك بريز بس، جاب لي دول كده، قال لك ان دي بداخل الاكسبلويت ويندوز اتش تي تي بي سينك بريز بي او اف اختصار لبفر اوفر فلو، قال لك ان هي جريت يعني شغاله كويسه وكمان الجين بتاعها عالي وتم التحقق منها بالفعل، وده الوصف بتاعها. ممكن ناخد ده كده واكتب بس انفو، قال لك ان هي شغاله على الفيرجنز دي، وده كان الفيرجن اللي طلع لنا. وهلاحظ هنا ان الار هوست بقى موجود اوتوماتيكلي بالقيمه دي عشان عملت له سيت جي بقى جلوبال واقدر اشوف اي مكان. طيب ما علينا بقى من الديسكربشن والكلام ده كله، خلينا نيوز الموديول ده واكتب شو اوبشنز. ممكن اغير الهوست للاي بي بتاعي هنا على الماشين دي، خلونا اغير الاي بي دلوقتي. لو عملت يوز اسم الموديول واكتب شو اوبشنز غير بس الاي بي دلوقتي 1.6، وهقول له سيت للهوست بتاعي 192.168.1.6 واضغط انتر واكتب شو اوبشنز. انا هنا يعتبر ما عملتش اي حاجه، انا بس اديته التارجت اي بي وللهوست بتاعي. طيب لو انا شغلت الاكسبلويت على كده هتشتغل تمام كل حاجه، لكن هيستخدم البيلود باي ديفولت اللي هو ضايفه ده. فافرض انا حابب استخدم بيلودز ثانيه، لو كتبت شو بيلودز
دي طبعا كل البيلودز الموجوده. خلونا نستخدم البيلود اللي دايما كنا بنستخدمه هو ويندوز شيل ريفرت سي بي. هاخده كده كوبي واكتب المره دي بقى ايه اذا استخدم البيلود. هكتب سيت بيلود وادي له القيمه لان البيلود هنا يعتبر فاريبل بالظبط زيه زي بقيه الفاريبلز. اضغط انتر اكتب شو اوبشنز هلاقي المره دي البيلود بقى ويندوز شيل ريفرت سي بي. ازاي لانش الاتاك اكتب بس اكسبلويت او رن بس اكسبلويت شكلها اظرف شويه. هو ام اي سوري قال لك ان انت الان تي سيستم وركز في حته الان تي سيستم دي. طيب خلونا دلوقتي نتكلم شويه اكتر عن البيلودز اللي موجوده في الميتاسبلويت. انا عارف ان معظم الحاجات اللي اتكلمنا عليها في البيلودز هو كان البايند والريفرس شيل واللي كنا بنستخدمهم في حلقات البفر اوفر فلو سواء مع اللينكس او الويندوز، واحنا خلاص عرفنا ايه هو الفرق ما بين البايند والريفرس. لكن اللي جاي اوضحه هنا انه هتلاحظ في اكتر من نوع بيلود. لما عملنا شو بيلود ظهر لنا حوالي 800 نوع، يعني حتى لو شفنا الريفرس شيل اللي دايما كنا بنستخدمه كان ويندوز سلاش شيل اندرسكور ريفرس اندرسكور تي سي بي، مجرد شيل بسيط ما فيهوش اي مشكله. طيب ايه الفرق ما بينه وما بين مثلا ويندوز سلاش شيل سلاش ريفرس تي سي بي؟ هنا بقى هوضح لك فرق ما بين مصطلحين هما الستيجد والنون ستيجد بيلود. الفرق ما بين النوعين بسيط جدا لكنه مهم. في الاول والاخر الاثنين بيعملوا ريفرس شيل، ده هو النون ستيجد وده هو الستيجد. النون ستيجد ده بيبقى شكله اللي هو ويندوز سلاش شيل ريفرس تي سي بي، ده لما بتنفذه على الفيكتيم ماشين بيبعت لك الرد اللي هو زي اللي انت شايفه ده كده مره واحده في امر واحد. لكن الستيجد واللي هو بيبقى شكله ده كده ويندوز سلاش شيل ريفرس تي سي بي او ممكن هنا يكون بايند تي سي بي، بس الفكره ان هو مفصول بسلاش. في العاده هنا الشيل بيتبعت لك على جزئين، الجزء الاول والاهم انه البيلود بيجبر الفيكتيم ماشين انها تكونكت باك للاتاكر، وبعدين بيقوم جاي باعت الجزء الثاني والاكبر طبعا في الحجم واللي فيه بيتم تنفيذ باقي الشيل كود. طيب انا هحتاج اعرف ليه الفرق بين الاثنين دولت؟ ما دام عندك تو فيرجنز من نفس الشيء فاعرف ان لهم فايده اكيد مختلفه وتستاهل انك تعرف ايه الفرق ما بينهم. ده كده لما كنت بستخدمه كنت بقدر استقبل اتصال عادي على نت كات سيشن، كنت بعمل كده، كنت بعمل NC-NLVP والبورت مثلا انا بستقبل عليه الاتصال وكان بيجي اتصال عليه عادي جدا. ده اقدر استقبل عليه النون ستيج لانه بيجي مره واحده، انما ده ما اقدرش. السيشن هتفصل في ساعتها، والسيناريو اللي بستخدم فيه الستيج دي بيلود ان مثلا الفلنربيلتي اللي انت بتحاول تستغلها فيها بافر سبيس مش كفايه ياخد البيلود كله، ففي الحاله دي بتستخدم الستيج لان الجزء الاول من البيلود هيتعمل له اكسكيوشن وده حجمه اقل من الجزء الثاني واللي هيتم تنفيذه بداخل الميموري فيكتيم فيما بعد. وما تنساش برضو ده ممكن يخلي الانتي فايروس ما يمسكش البيلود لانه هيبقى مقسوم جزئين في الحاله دي حاله الستيج. طب ازاي اقدر امسك الستيج ده ما دام انا ما اقدرش امسكه بنيت كات سيشن عاديه خالص؟ ده بتمسكه بحاجه اسمها ميتاسبلويت مالتي هاندلر وهنتكلم عليه في الجزء الجاي واللي بعنوان الميتربريتر بيلودز، وده اللي كان موجود هنا كده باي ديفولت. الميتربريتر بيلود هو مالتي فانكشن بيلود يعني بيعمل حاجات كتير جدا وفليكسبل لمرحله ما بعد الاختراق، مش زي الريفرس شيل العادي اللي هو بس مجرد ما يجيب لك سي ام دي وانت تتصرف بعد كده عادي بالكوماند بتاعت سي ام دي. لا هو متطور عندها كده بكتير، ممكن بس بمجرد اوامر بسيطه تنقل ملفات، مش محتاج انك تكتب سكريبت معين عشان ينقل لك الفايلز او تول عشان تنقل لك الفايلز اللي انت عايزها، واحنا شرحنا الكلام ده كله في الحلقه بتاعت الفايل ترانسفير. وممكن كمان تسجل الكيبورد بتاعت الضحيه وايه هو اللي بيكتبه من غير ما تروح تجيب كي لوجر وتشغله على السيستم، تفتح الكاميرا وتاخد سكرين شوت للشاشه اللي موجوده والى اخره. خلونا حتى نقفل السيشن دي، اعملها كنترول زد واعمل سيرش النوع بيلود، ممكن نختار حاجه زي ويندوز ميتربريتر ريفرس اتش تي بي. خلونا نعمل سيت البيلود ويندوز ميتربريتر ريفرس تي سي بي او ريفرس اتش تي بي اس زي ما انت عايز. اضغط اوكي شو اوبشنز هلاقي كل حاجه في مكانها، الار هوستس والال هوست، هعمل شيك قال لي فعلا التارجت بتاعك فلنربل، هكتب اكسبلويت. قال لي الميتربريتر سيشن 1 اوبند، لو كتبت هيلب هلاقي دي كلها كل الكوماند الكاستوم اللي بداخل الميتربريتر ولا متقسمه اجزاء. دي الكوماند الاساسيه زي ازاي مثلا ارفع فايلز وازاي انزل فايل من على التارجت ماشين، كل كوماندز الفايل هلاقيها هنا، وهنا كل الكوماندز الخاصه بالنتورك والسيستم الى اخره. لو عملت جيت يو اي دي هلاقي بيقول لي انت الان تي سيستم لان طبعا انا دخلت عن طريق سيرفيس هي اصلا شغاله بصلاحيات السيستم. طيب هل البيلودز بتقف بس على اني بروح ابعتها عن طريق ثغره معينه وترن بعدين يجي لي الشيل؟ مش شرط، ممكن تعمل البيلود في هيئه فايل وتبعته لي الفيكتيم. يعني مثلا لو جينا هنا وكتبنا ام اس اف فينوم داش ال فورمات هلاقي دي كل الفورمات اللي اقدر اعمل بيها المالوير. هو مش مالوير بس خلينا نقول عليه مثلا تروجن لحد دلوقتي، اي اس بي اس بي اكس يعني حاجات كلها خاصه بالويب، واي اكس اي
ELF ده خاص باللينكس، والباور شيل والروبي وكل السكريبتس الى اخره. طيب خلينا نستخدم واحد منهم، اكتب msf venom داش بي، والبيلود بتاعي هختاره نفس البيلود اللي انا كتبته هنا كده اللي هو ويندوز متر بريتر ريفرس HTTPS، واقول له ال الهوست 192.168.1.6 ده اي بي الماشين بتاعتي، وال البورت اخليه مثلا 3344 داش اف، الفورمات اي اكس اي، والاوت بوت فايل تسميه جيم دوت اي اكس اي، اضغط انتر. كده انا عملت الاكسكيوتابل ده، ولو انا شغلت ليسنر هنا وبعته لاي شخص وضغط عليه دبل كليك هكنترول الماشين بتاعته. طيب خلونا نطور الفايل ده بشكل افضل شويه، زي ان مثلا استخدم انكودر معاه، اقول له داش اي اكس 86 شيكاتا جاناي، ده اللي استخدمناه قبل كده برضو، اقول له داش اي الراوند خليها 9، هيشفر 9 مرات ورا بعض، انتر. دلوقتي فعلا اتشفر 9 مرات هما، وده الفايل الجديد. طبعا ممكن ادمج الماليشيوس فايل ده مع جيم حقيقيه فعلا، او مع اي برنامج دوت اكس اي مثلا انا عايزه، ومجرد ما هو يعمل عليه دبل كليك البيلود هيشتغل، عشان يبقى حتى مقنع للفيكتيم وفي نفس الوقت مقنع حتى للانتي فيروس ويعدي منه. طيب وزي ما احنا اتفقنا انا استخدمت هنا الميتر بريتر، فعشان استقبل الاتصال بتاعه هستخدم المالتي هاندلر. خلونا نفتح msf كونسول جديده واستقبل عليها الاتصال، اكلير واكتب يوز مالتي هاندلر شو اوبشنز، هيقول لك محتاج البيلود اللي انت عايز تلسن عليه والايه الهوست بتاعك. هكتب سيت الهوست 192.168.1.6 وسيت البيلود هو البيلود ده واكتب ران. هو دلوقتي قال لي انك بورت اوريدي مستخدم قبل كده فغيره، هكتب سيت البورت اللي احنا استخدمناه هنا كده كان 3344 3344 واكتب ران. دلوقتي كل اللي انا عليا اخد الفايل اللي اسمه game.exe وابعته لاي حد، ده كده هبعته هنا للضحيه، لكن زي ما احنا شايفين الانتي فيروس مسكه. طبعا انت ممكن تستخدم انكودر زي فيل، حاجه اوتوماتيك بتديها بس الفايل وهي تعمل له انكود، او بتكريت انت ليسنر عندها، لكن الحاجات دي مش بتبقى افيشنسي قوي على قد ما انت المفروض تعمل انكود للمالور بتاعك بايدك عشان يبقى يباس الانتي فيروس بسهوله. طيب خلينا دلوقتي نقفل بس الانتي فيروس هنا الريال تايم بروتكشن، اعمل عليه دبل كليك وهرجع هنا على الاتاكر، هلاقي نفسي قدرت استقبل الاتصال باستخدام الميتر بريتر عن طريق فايل بعته للفيكتيم بتاعي. لو عملت جيت يو اي دي هلاقي بيقول انت ليمبو، لكن لو رجعنا هنا في السيشن دي جيت يو اي دي انا كنت السيستم. على حسب مين اللي بيران الاكسبلويت بتاعتك على حسب ما هتاخد البريفليج الخاصه بيه، يعني دي كده هنا. طيب خلينا نعمل هنا كنترول زد واي. لو تفتكر لما انا عملت ران كان فضل مستني. طب لو انا عاوز افضل اكمل شغل عادي واسيب الليسنر شغال في الباك جراوند، كل انت عليك بس تكتبه تكتب مثلا اكسبلويت داش جي وهو هيرن ويلسن في الباك جراوند، وبعد ما تاخد السيشن تقدر تكتب سيشنز هيقول لك كل السيشنز المفتوحه عندك كلير. ومش بس كل الفورماتس اللي انت لسه شايفها من شويه، لا يعني ممكن مثلا تعمل حاجه زي سيرش فلاش، ممكن تلاقي اكسبلويتس خاصه بالبراوزر نفسه. طبعا الحاجات دي كلها بتندرج تحت الكلاينت سايد اتاكس، اكلير. في بارت تاني برضو انك تقدر تشوف الادفانسد فيتشرز، دي كلها اوبشنز تقدر تستخدمها، زي انك مثلا تستخدم انكودنج، لكن انا لو هركز على واحد بس من دول دلوقتي فهشوف ازاي تشغل سكريبت او مجموعه من الاوامر تشتغل اوتوماتيكلي لما تستقبل اتصال من الضحيه. يعني مثلا لو انا بعت الفايل ده للشخص ده وهو ضغط عليه وفصله او فصل مثلا السيستم بتاعه وانا ما كنتش واخد بالي، انا كده خلاص الفرصه راحت مني، فانا هسيت المالتي هاندلر انه يشغل كذا وظيفه اول ما يستقبل اتصال على طول من الشخص ده، زي انه مثلا انيوميريت اليوزرز اللي موجودين على السيستم. فهكتب سيت اوتو run script واللي هو هنا تاني واحد هنا بالظبط، واستخدم الموديول ده ويندوز جاذر انم لوجد ان يوزر، اضغط اوكي. كده اول ما استقبل اتصال على طول هشغل السكريبت ده اوتوماتيك. خلينا نكتب اكسبلويت ورن الفايل ده، هلاقي فعلا اول ما استقبل الاتصال رن السكريبت وجمع لي الانفورميشنز دي وسيفهم لي في الفايل ده كده. وفي غيرها من الادفانسد تكنيكس، زي مثلا انك تضيف اكتر من بروتوكول لاير لنفس الاتصال ده، بحيث ان لو اتصال فصل يفضل التاني شغال، وده بيتم عن طريق الامر ترانسبورت، برضه ممكن تبقى تشوفه مع نفسك. طيب دلوقتي خلينا نشوف ازاي نضيف الموديول الخاص بينا في الميتاسبلويت. لو رحنا هنا كده في اي مكان عملت كلير، الاول هروح على الروت msf4 modules exploits وكرييت الدايركتوري بتاع ويندوز http، اضغط انتر وانقل هنا اي روبي سكريبت انا عايزه، ممكن تجيبه من على الانترنت مثلا او تصنعه انت بنفسك، بس خلينا ناخد روبي سكريبت اوريدي موجود في الميتاسبلويت ونضيفه هنا في المكان ده. روح على sudo cp user share metasploit framework modules exploits windows http، دور على سينكبريز، هودي السكريبت ده فين؟ في الدايركتوري اللي انا صنعته هنا كده واللي هو ده، واسميه باسم مثلا سينكبريز بس دوت ار بي. اروح حتى للمكان ده هلاقيه موجود، اكتب sudo nano هنا كل المعلومات الخاصة بيه،
اكتب بقى sudo msf console واروح اتاكد اذا كان موجود ولا لا بالاسم ده كده. هلاحظ ان عدد الموديول زاد واحد، لو كتبت سيرش هلاقي فعلا موجود هنا كده. كده عرفنا ازاي نضيف الموديول الخاص بينا للميتاسبلويت. نشوف البوست اكسبلويتيشن باستخدام الميتاسبلويت. وزي ما احنا شرحنا قبل كده، المقصود من البوست اكسبلويتيشن هو انك تاخد خطوه اضافيه في انك تثبت نفسك اكتر على الماشين والنتورك، وكمان تعمل بوفيتنج او معنى اصح تروح تسيطر على باقي الماشينز الثانيه على نفس النتورك دي. طيب ده هيتم ازاي؟ في البدايه انت بعد ما بتكنترول اول ماشين تبدا تجمع معلومات بواسطه الماشين دي عن الماشينز الثانيه، او حتى ايه اللي اليوزر بيعملوه على الماشين اللي تحت ايدك، وايه علاقة الماشين دي بباقي النتورك، وهل في اكتيف دايركتوري ولا لا. ممكن ترجع هنا مثلا وتشوف كوماند تنتراكت بيها مع اليوزر، زي مثلا سكرين شوت هيديك المسار ده عندك على السيستم. هل دي فعلا سكرين شوت من الماشين اللي شغالة هنا دي. ممكن تبدأ ترن كي لوجر بحيث ان هو يبدأ يسجل كل اللي بيكتبه اليوزر ده. يعني لو عملنا مثلا هنا كلير كي سكان ستارت كده هيبدا يسنف انا لو جيت كتبت هنا اي حاجه، هعمل دمب هلاقي فعلا ده اللي انا كتبته. لكن عايزك تاخد بالك من حاجه مهمه قوي، لو عملت هنا جيت يو اي دي هلاقي نفسي هنا انا اليوزر اللي هو ليمبو، لان ده كان المالوير ده. طيب لو جيت هنا على المتر بريتر دي وكتبت جيت يو اي دي انا هلاقي نفس السيستم. لو جيت عملت هنا كي ستارت وجيت كتبت اي حاجه وليكن هغير مثلا الكلمات دي ل A B C D وجيت عملت هنا دمب بالصلاحية العالية، هل نفسي مش ظاهر لأي حاجة خالص. وده لأنه الشيل اللي احنا جايبينه على الماشين من هنا كان بصلاحية السيستم، فعشان أقدر أكابتشر كل اللي بيكتبه المستخدم العادي لازم أنزل من الصلاحيات العالية لصلاحيات أقل، وده بيسمى Migrating Process. بيتم إزاي؟ خلينا نكتب مثلا PS هيقول لك كل البروسيس اللي شغالة على السيستم ده. نشوف حاجة مثلا وليكن زي الجيم .exe بس مالناش دعوه بيها دلوقتي، خلينا نشوف حاجه احسن زي اي بروسيس بصلاحيه شغاله بصلاحيه اليوزر ونجمب عليها زي مثلا دي الاكسبلورر. هلاقي ده البي اي دي بتاعها، هكتب ميجريت وادي لها البروسيس اي دي اضغط انتر، هلاقي نفسي بتنقل من الصلاحيه الاعلى للصلاحيه الاقل بتاعه السيرفيس اللي شغاله باسم اليوزر. لو عملت دلوقتي جيت يو اي دي هلاقي نفسي بعد ما كنت شغال بالسيستم دلوقتي بقيت شغال باليوزر. لو عملت الكي ستارت هو دلوقتي ستارت، هكتب مثلا اي حاجه وليكن باسورد، هعمل دمب هقدر اشوف كل اللي انا كتبته عادي جدا. بس خد بالك انا قدرت انزل من صلاحيه اعلى لصلاحيه اقل، ما اقدرش اعمل العكس، ما اقدرش اكون انا اصلا صلاحيه اقل اروح اوصل للسيستم. في الخطوه دي انت بتعمل بريفليج اسكيليشن وده اتكلمنا عليه قبل كده. خلينا نعمل اكزيت اكلير، ممكن حتى اعمل اكسبلويت تاني جيت يو اي دي انا السيستم. هنا بقى يا سيدي تقدر تعمل حاجات لا حصر لها، زي انك مثلا تعمل لود للباور شيل نفسه وتبدا تنفذ كوماند باور شيل من هنا، او انك حتى تعمل لود للميميكات زي ما انت شايفها موجوده هنا كده اهي، تبدا تتعامل معاها بشكل عادي خالص، دمب الكريدنشلز والى اخره. فلو عملت دلوقتي هيلب بعد ما عملت لود ليهم هلاقي في كوماندز كتيره جدا اتفتحت ليك بعد ما عملت لود للباور شيل والميميكات. هنا مثلا الكوماندز الخاصه بالباور شيل وهنا الميميكات زي ما احنا شايفين. ممكن حتى ادمب السام فايل وهيجيب لي انتي الام هاش وتعمل بقى كل الاتاكس اللي شرحناها في الحلقات اللي فاتت. طيب اخر حاجه معانا هو الاوتوميشن في الميتاسبلويت. هكتب مجموعه من الاوامر وانفذها بس بفايل. خلونا نيجي هنا نعمل مثلا نانو سكريبت ام اس اف دوت ار سي واضيف له كوماند زي مثلا يستخدم المالتي هاندلر، بعدين هيست نوع البيلود الفلاني ويست الهوست والبورت، ويستخدم مثلا انكودر لو انا حابب بقول له ان السيشن ما تفصلش بس لازم ابقى مستنيها، والليسنر يشتغل في الخلفيه. كنترول اكس واي وعشان اشغله اكتب ام اس اف كونسول داش ار سكريبت واضغط انتر، هلاقي فعلا عمل كل الحاجات دي بشكل اوتوماتيك وكل ده شغال في الباك جراوند. مجرد بقى ما ابعت الفايل للفيكتيم هو يفتحه وقت ما يفتحه بقى. ده كله كوم، وانك ممكن حتى تهاف فان شويه مع اليوزر كوم تاني خالص، انك مثلا شغال ويب فايلز في الباك جراوند زي وليكن هوم وهو شغال في الوضع العادي خالص هيقدر يسمعها بكل سهوله. طبعا مع ران سموير الموضوع ما خلص على كده، وكده نكون انتهينا من الميتاسبلويت. مراجعه بقى شامله كده، شفنا ليه الميتاسبلويت استخدمناها وقد هي بتسهل لك امور كتيره جدا عوضا عن التراديشنال ويز اللي كنا بنستخدمها. شفنا هو الاكزيلري موديول والاكسبلويت موديول، قلنا ده في بعض التولز
زي بتعمل جاذرينج وسكاننج الى اخره، وهنا الاكسبلويتس نفسها اللي بتارجت الابلكيشن والسيرفيسز. وبعدين شفنا البيلودز والفرق ما بين الستيجد ونون ستيجد، وكمان القوه بتاعت الميتربريتر بيلود. شفنا ازاي نضيف اور اون موديول للميتا اسبلويت، وبعدين شفنا ازاي تبدا تعمل بوست اكسبلويتيشن بدايه من التارجت اللي انت واقف عليه، وانتهينا بالاوتوميشن. اكسرسايز 22، اتعرف اكتر على الدايركتوريز بتاعت الميتا اسبلويت وتشوف هي متقسمه ازاي. حاول تكتب الموديول الخاص بيك، وليكن مثلا السينك بريدج اكسبلويت اكتبها بالروبي، والروبي سهله جدا يا جماعه زيها بالظبط زي البايثون، عشان تبدا تمشي ايدك على حاجه زي كده. حاول مع نفسك تتعلم اكتر عن البوفيتنج ازاي بيتم، ازاي تنط من ماشين لماشين ثانيه، والبورت فوروردنج اللي اتكلمنا عليه برضو في الحلقات اللي فاتت، وبقيه الاتاكس زي مثلا هاو تو اتاك شير بوينت سيكوال سيرفر اند اكتيف دايركتوري والى اخره. ونشوفكم في الحلقه الجايه واللي هنتكلم فيها عن الباور شيل امباير.